بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشنا معهم والأمن عداهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني وأخواتي الأعزاء الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم جميعا الدرس السابع أصناف علامات إعراب الأسماء لا زال الكلام في اصناف وانواع علامات اعراب الاسماء اعراب الاسم الاسم المعرب المواضع المواضع التي تنوب فيها الحروف عن العلامات الاصليه او بعباره اخرى مواضع نيابه الحروف عن العلامات الاصليه، أي الحركات الاصليه. أعزائي، ذكرنا في الدرس السابق أن العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية، أي الحركات الأصلية، تنوب عن الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجري هذه العلامات العلامات الفرعية أو النيابية على قسمين حركات وحروف وقد مر الكلام عن مواضع نيابة الحركات عن العلامات الاصلية في الدرس السابق، ذكرنا في الدرس السابق مواضع نيابة الحركات عن العلامات الاصلية، هناك موضعان ذكرناهما بالتفصيل. أما الحروف، ما هي مواضعها؟ ما هي وما هي مواضعها؟ الحروف هي الألف والواو والياء. تنوب عن العلامات والحركات الأصلية أيضا أشرنا أن الألف قد تنوب عن الضمة في حالة الرفع وقد تنوب عن الفتحة في حالة النصب الواو تنوب عن الضمة في حالة الرفع الياء قد تنوب عن الفتحة في حالة النصب وقد تنوب عن الكسرة في حالة الجري ولكن ما هي مواضع هذه الحروف؟ مواضع نيابه الحروف عن الحركات ما هي؟ الحروف تنوب عن العلامات الاصليه، اي الحركات الاصليه اؤكد اي الحركات الاصليه لان قلنا العلامات الاصليه حركات الضمه في حاله الرفع الفتحه في حاله النصب والكسرة في حالة الجر فالحروف تنوب عن العلامات الاصلية في ثلاثة مواضع في مواضع ثلاثة ما هي هذه المواضع؟ الموضع الأول الأسماء الخمسة الحروف تنوب عن العلامات الأصلية في في الأسماء الخمسة وسنبين ذلك بالتفصيل. الموضع الثاني المثنى وما يلحق به الملحق بالمثنى ايضا هنا يكون الاعراب ماذا؟ الاعراب يكون فرعيا نيابيا وتنول الحروف عن الحركات وياتي البحث عنه في الدرس القادم ان شاء الله. والموضع الثالث جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم وما يلحق به ايضا يكون الاعراب فيه نيابيا اي فرعيا ويكون الاعراب بالحروف يعرب بالحروف نيابه عن الحركات كذلك هذا الموضع ياتي البحث عنه في الدرس القادم اما في هذا الدرس فندرس ماذا نبحث الموضع الاول وهو هذا الموضع الاسماء الخمسه فالاسماء الخمسه تعرب اعرابا فرعيا تعرب بالحروف نيابه عن الحركات تنوب فيها الحروف عن الحركات فالواو تنوب الواو يعني هذه الاسماء الخمسه التي سنذكرها هذه الاسماء ترفع بالواو نيابه عن الضمه وتنصب بالالف نيابه عن الفتحه وتجر بالياء نيابه عن الكسره فاعرابها بالالف بالواو رفعا وبالالف نصبا وبالياء جرا طبعا بشروط أن لا تعرب بهذا الإعراب إلا بشروط أربعة الشرط الأول أن تكون مكبرة أن لا تكون مصغرة أن تكون مكبرة الشرط الثاني أن تكون مفردة موحدة مفردة يعني أن لا تكون مثنى وأن لا تكون مجموعة جمع سالم والشرط الثالث أن تكون مضافة أن لا تكون مقطوعة عن الإضافة إذا قطعت لا تعرب هذا الإعراب الشرط الرابع أن تكون مضافة إلى غير الياء إلى غير ياء المتكلم فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فيكون إعرابها ماذا إعراب تقديري طيب ما هي هذه الأسماء؟ هذه الأسماء هي أخوك وأبوك وحموك وفوك وذو طبعا البعض أضاف إليها اسما آخر ووهنوك وقال الأسماء الستة. المهم هذه الأسماء خمسة أو ستة مهما كانت هي تعرب إعرابا نيابيا. نقول جاء أخوك رايت اخاك مررت باخيك تلاحظون اعزائي اخوك مفرد مكبر لم يصغر ولم يكن مثنى لم يكن مجموعا ومضاف الى ماذا الى ضمير الخطاب نعم فالشرائط قد جمعت فيه فلذا اعرب بالحروف رفعا ونصبا وجرا نقول جاء أخوك فأخوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة رأيت أخاك أخاك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة ومررت بأخيك فأخيك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن نيابة, نيابة ماذا عناب عن الكسرة لانه مكبر مفرد ومضاف الى غير ياء المتكلم مثلا نقول جاء ابو محمد رايت ابا محمد رايت مررت بابي محمد فاذا صغرت كيف هذه الاسماء اذا كانت مصغره فماذا يكون اعرابها اذا صغرت اعزائي تعرب بالحركات الاصليه بالعلامات الاصليه نقول مثلا جاء أخ... جاءني اخيك فاعل مرفوع بالضمه على الياء رايت اخيك مفعول به منصوب بالفتحه على الياء الفتحه الظاهره ومررت بأخ... باخيك مجرور بالباء وعلى مدى جره الكسرة الظاهرة على الياء تحت الياء لماذا؟ لماذا أعرب بالحركات الأصلية بالعلامات الأصلية؟ لأنه صغر فقد هذا الشرط شرط أن التكبير لم يكن مكبرا وكذلك إذا لم يكن مفردا لم يكن مفردا مثلا إذا كان مثنى إذا كان هذه كانت هذه الأسماء إذا كانت متنات تعرب بالمثنى المثنى مثلا نقول جاء أبواك جاءني أبواك أو هذان أبواك أو رأيت أبويك ومررت بأبويك نلاحظ رفع هذا الاسم المثنى لأنه مثنى رفع بالألف ونصب وجر بالياء فيعرب اعراب المثنى واذا كان مجموعا هذه هذه الاسماء اذا كانت مجموعه اذا كانت جمعا طبعا جمع تكسير تجمع جمع تكسير لا تجمع جمع سالم اذا كانت مجموعه جمع تكسير فتج ايضا تعرب بالحركات الأصلية بالعلامات الأصلية مثلا نقول هؤلاء آباؤكم ورأيت آباءكم ومررت بآبائكم تلاحظون أن هذا الاسم أعرب ماذا بالحركات الأصلية لأنه جمع تكسير فيعرب إعراب جمع التكسير كما ذكرنا يعني جمع التكسير يعرب بشرائط طبعا يعرب بالحركات الأصلية بالعلامات الأصلية نعم هذه الأسماء إذا كانت مقطوعة عن الإضافة إذا لم تكن مضافة أيضا تعرب ماذا؟ تعرب بالحركات الأصلية نقول جاء أخ وأب وحم مثلا رأيت أبا وأخا وحما ومرت بأب وأخ وحم لا، لاحظتم؟ بالحركات الأصلية لأنها قطعت عن الإضافة وإذا كانت مضافة إلى الياء، يعني ياء المتكلم تعرب بالحركات المقدرة قبل الياء. مقدرة مثلا نقول: جاء أبي وأخي ورأيت أبي وأخي وسلمت على أبي وأخي مثلا لاحظوا جاءني ابي هذا ابي فابي مرفوع جاء ابي ابي مرفوع لانه فاعل وعلامه رفعه وعلامه رفعه الضمه المقدره على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل بكسره المناسبه كسره لمناسبه الياء لان الياء تستلزم وتتطلب ان يكون قبلها مكسورا ورأيت أبي أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الباء منع من ظهورها اشتغال المحل ماذا؟ بالكسرة كسرة المناسبة وهكذا مررت بأبي فأبي مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الباء منع من ظهورها يعني من ظهور كسرة الإعراب منع من ضلد. كسرة المناسبة اللزوم المناسبة الباء مكسورة لكن هذه الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما كسرة مناسبة لمناسبة الياء نعم هذا إذا كان هذا كانت هذه الأسماء مضافة إلى ياء المتكلم فيكون إعرابها بل إعرابها إعراب تقديري يعني تقدر على آخرها ماذا الحركات تكون معربة بالحركات الأصلية لكن المقدرة والإعراب التقديري يأتي البحث عنه طيب واضح إن شاء الله هذا البحث هناك تنبيهان أشير إليهما باختصار التنبيه الأول هذه الأسماء لا تجمع جمع سالم بل تجمع ماذا جمع تكسين كما لاحظتم في الأمثلة إلا كلمة ذو ذو من الأسماء الخمسة وأيضا تعرب بالحروف نيابة عن الحركات بالشرائط التي ذكرناها ذو قد يعرب إعراب جمع المذكر السالم يعني يكون ملحقا بالجمع المذكر السالم ليس جمعا جمع مذكر سالما مو جمع مذكر سالم لأنه لا تتوفر فيه شرائط جمع المذكر السالم التي يأتي البحث عنها ولكن قد يعرب ذو إعراب ملحق جمع الملحق إعراب الملحق بالجمع المذكر السالم نقول مثلا هؤلاء ذو ذو مال ورأيت ذوي مال ومرقت, بي آه بدوي ومرقت بذوي عفوا هؤلاء ذو مال ورأيت ذوي مال ومرقت بذوي مال هذا الآن ذو ذوي ملحق بالجمع المذكر السالم نعم التنبيه الثاني ذو بمعنى صاحب هذا ذو الذي يكون من الأسماء الخمسة لابد أن يكون بمعنى صاحب لأن هناك ذو أخرى تكون من الأسماء الموصولة وبئري ذو حفرت وذو طويت يعني وبئري التي حفرتها وطويتها والتي طويتها هناك ذو ليست بمعنى صاحب بل بمعنى الذي أو التي فذو الذي يكون من الأسماء الخمسة ويعرب بشرائط بالشرائط التي ذكرناها بالحروف نيابه عن الحركات وماذا هو ذو الذي يكون بمعنى بمعنى صاحب وذو هذا ذو هذا الذي بمعنى صاحب لا يضاف لا يضاف الى الضمير يضاف فقط الى الاسم الظاهر لا يضاف لا نقول ذوه او ذوه نعم ذو مال ذو لب ذو عقل بل يضاف إلى ماذا؟ إلى الاسم الظاهر وأن يكون ذلك ذلك الاسم اسم الظاهر أن يكون ماذا؟ جنسا واضح هذا؟ نعم بعد هذا الشرح تابعوني في تطبيق نعم في تطبيق العبارة الدرس السادس الدرس السادس أصناف علامات اعراب الاسماء المواضع التي تنوب فيها الحروف عن العلامات الاصليه عن اي عن الحركات الاصليه مواضع نيابه الحروف ما هي المواضع التي تنوب فيها الحروف عن العلامات الاصليه اي الحركات الاصليه ذكرنا في الدرس السابق ان العلامات الفرعيه أن علامات الفرعية قرأت لأن علامات جمع مؤنث سالم ماذا ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة الفرعية حسب الأصل صفر العلامات يكون ماذا منصوبا بالفتحة نعم ذكرنا في الدرس السابق أن العلامات الفرعية التي تنوب عن العلامات الأصلية على قسمين حركات وحروف طبعا يمكن يجوز أن نقول حركات وحروف يعني هما حركات وحروف او نقرا بالجر على انه بدل من قسمين حركات وحروف وقد مر الكلام في مواضع عن وقد مر الكلام عن مواضع نيابه الحركات ما نقرا هنا لم نقرأ ما نقرا مواضع لانه مضاف الى نيابه فيعرب حسب الاصل عن مواضع نيابه الحركات في الدرس السابق واما الحروف فتنوب عن العلامات الأصلية في مواضع ماذا؟ في مواضع ثلاثة مواضع ممنوع من الصرف هنا الأول في الأسماء الخمسة الموضع الأول من المواضع التي تنوب فيها الحروف عن الحركات ما هو هذا الموضع؟ هو الأسماء الخمسة تنوب الواو والألف والياء نعم لاحظوا أشرنا إليه بالمؤشر الواو والالف والياء تنوب الواو والالف والياء فيها في هذه المواضع في هذه في هذا الموضع في الاسماء الخمسه يعني في هاي اي اي ماذا اي في الاسماء الخمسه الضمير في فيها يعود الى الاسماء الخمسه بل هذه الواو والالف والياء تنوب عن ماذا عن الضمه رفعا يعني في حاله رفع والفتح نصبا يعني في حاله النصب بلي والكسرة يعني وعن الكسرة جرّاً يعني في حالة الجرّي لكن بهذه الشرط بشرط أن تكون مكبّرة يعني لا مصغّرة موحدة أي مفردة أي ليست متنات ولا مجموعة ومضافة يعني ليست غير مضافة ومضافة إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم هذه الأسماء ما هي؟ وهي أخوك وأبوك وحموك وفوك ودمال نعم كما في قوله تعالى مثلنا بالآية الشريفة لاحظوا الآية هذا المثال وأبونا شيخ كبير الشاهد أين؟ أبونا 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 مبتدأ مرفوع أبو مبتدأ مرفوع على مترفع الواو نيابة ماذا؟ نيابة عن الضمة وهو مضاف وانا مضاف اليه شيخ طبعا خبر وكبير ماذا نعت لشيخ نعم طبعا الواو والحالة المثال الثاني قوله تعالى طبعا لو اردنا ان نعطف على ما قبله كما في قوله تعالى وقوله تعالى ان اباكم ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا شاهد اين اباكم لانه اسم ان أن تنصب الاسم وترفع الخبر فأباء اسم أن أباكم منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة إن أباك وجملة قد أخذ عليكم موثقا هذه في محل رفع خبر أن وقوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا فعل أمر فعل أمر مبني مبني وعلامة بنائه حذف نون لانه من الافعال الخمسه. إلى أبيكم إلى حق جار أبي أبيكم أبي اسم مجروم بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأن من الاسماء الخمسة وقد جمعت فيه الشرائط. اعلم. نعم. اعلم عفوا تابعونا اعلم ان هذه الاسماء الآن لما ذكرنا لما ذكرنا الشرائط الآن نريد ان نبين اذا فقدت هذه الشرائط ماذا يحصل بالاسم؟ هذه الاسماء كيف تعرب هذه الاسماء الاسماء الخمسه؟ بلي ذكرنا لكم خارج الأول لاحظوا الامثله القرآنيه نحاول ان تكون الامثله قرآنيه روائيه كما ذكرنا لكم في التمهيد قبل الدخول في هذا الكتاب اعلم أن هذه الأسماء إن كانت مصغرة يعني ليست مكبرة مصغرة أو مجموعة جمع تكسير إذا جمع جمع تكسير لو ذكرنا ونشير في التنبيه أنها لا تجمع جمع سالم نعم أو مجموعة جمع تكسير أو غير مضافة إذا كانت مقطوعة الإضافة تعرب بالحركات اللفظية يعني بالعلامات الاصليه الحركات الاصليه نعم نحو قوله تعالى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا الشاهدين اباؤكم اباء مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على الهمزه اباء بل لانه جمع تكسير فاعرب ماذا اعرب بالحركات الاصليه بالضمه لا بلي الظاهرة وهي علامة أصلية ونحو قوله تعالى إن له إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا إن حرف مشبه بالفعل له جار مجرور يتعلق بمحذوف خبر إن مقدم أبا اسم إن مؤخر واسم إن يكون منصوبا وهنا منصوب علامة نصبه الفتحة بلي الفتحة وهي علامة ماذا؟ علامة أصلية الفتحة تكون علامة للنصب نعم علامة أصلية شيخاً كبيراً طبعاً شيخاً وكبيراً كلاهما نعت في وقوله تعالى يعني ونحو قوله تعالى جاءني أخيك جاء فعل ماضي الوقاية الياء إما نقول مفعول به أو نصب بنزع الخافض أخي فاعل مرفوع أو علامة فيه ضمّة الظاهر على آخره لأنه مصغر صغر فقد شرطا من شرائط هذه الأسماء لأنه لم يكن مكبرا فصار ماذا مرفوعا بالضمة الظاهرة وإن كانت مثنى يعني هذه الأسماء تعرب بالحروف يعني طبعا تعرب بالحروف لكن أي حروف إعراب المثنى يعني ترفع بالألف نيابة عن الضمة وتنصب وتجرب بالياء بلي في في حاله النصب تجر بالياء تنصب بالياء في حاله الجر تجر ماذا بالياء يعني يكون اعرابه اعراب المثنى لانه مثنى نحو قوله تعالى ورفع ابويه على العرش رفع فعل وفاعل يعني رفع فعل ماضي فعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على يوسف نعم ابويه مفعول به منصوب علامه نصبه الياء علامه نصبه الياء ليس الالف الياء لانه مثنى ومضاف الياء مضاف اليه على العرش جار يتعلق برفعه وإن كانت مضافة إلى الياء فتكون ماذا اعرابها تقديري تعرب للإعراب التقديري نحو قوله ونحو قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لساناً أخي مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضم المقدر على الخاء منع من ظهورها اشتغال المحل بكسرة المناسبة لأنه مضاف الى الياء هارون عطف بيان هو مبتدأ ثانٍ أفصح خبر المبتدأ الثاني وهذه الجملة هو أفصح مني خبر المبتدأ الأول طبعاً مني جار مجرور يتعلق بأفصح لأنه اسم تفضيل ولسان الماذا تميز الشاهد في أخي أنا مبتدا رفع بالضم المقدر على الخاء تنبيهان يعني هنا تنبيهان او هذان تنبيهان التنبيه الاول ان هذه الاسماء لا تجمع جمع سالم كما ذكرنا لا تجمع جمع سالم يعني جمع مذكر سالم الا ذو وذو لا تجمع ليست جمع مذكر سالم بل هي ذو ملحق بالجمع المذكر السالم لانه ليس في شرائط جمع المذكر السالم فانه ملحق بالجمع المذكر السالم نعم قوله تعالى: وآتي وأتى المال، وأتى أتى، وأتى المال على حبه ذوي القربى، أتى المال على حبه ذوي القربى، ذوي, ذوي هذا مفعول به ثاني منصوب على نصبه الياء، أو وآتى المال على وآتى المال الظاهر، نعم نعم وآتى الصحيح، مو وأتى، وآتى المال، بمعنى أعطى أعطى. وآتى المال فعله هو يعود ولا ما قبل على ما قبل المال مفعول به أول على حبه جار مجرور يتعلق بأتى أو حال نقول يتعلق بمحذوف حال ذوي القربى ذوي مفعول به ثاني منصب علامة نصبه الياء نعم لأنه ملحق بالجمع المذكر السالم وذوي مضاف والقربى مضاف إليه الموضع الثاني أو التنبيه عفوا التنبيه الثاني التنبيه الثاني أن ذا بمعنى صاحب يعني عندنا ذا ذو وذا مثلا ذو في حالة النصب ذو بتكون بمعنى التي أو الذي هذه ليست من الأسماء الخمسة نعم ذو ذا ذي ذو إذا كان بمعنى صاحب يكون من الأسماء الخمسة أن ذا بمعنى صاحب وهو لا يصغر ذوي ما نقول لا يصغر ولا يستعمل إلا مضافا لغير الضمير يعني لا يضاف إلى الضمير يضاف إلى غير الضمير نحو قوله تعالى إن ربك لذو مغفرة وذو عق عقاب أليم إن حرف مشبه بالفعل رب اسم إن منصوب لذو لام لام المزحلقة لام الابتداء أيضا تسمى ذو خبر إن مرفوع لم ترفعه الواو نيابة عن الضمة وذو مضافة مغفرة مضافة إليه الشاهد هنا ذو ليس مضافة للضمير بل مضافة للإسم الظاهر وكذلك ذو عقاب أليم وقو... ونحو قوله تعالى وَآتِ وآتي ذا القربى حقه وآتي ذا القربى هنا ذا مفعول به نعم أول نعم هو منصوب على نصبه الألف نيابة عن الفتحة هو مضاف إلى القربى نعم حقه مفعول به ثاني ونحو قوله تعالى والقرآن ذي الذكر يعني اقسم بالقرآن ذي الذكر ذي الذكر ذي صفه للقرآن مجرور على متجره الياء نيابه عن الكسره وذي مضاف والذكر ماذا مضاف اليه تلاحظون ان هنا ذي مضاف الى ماذا الى الاسم الظاهر ولم يكن مضافا الى الضمير وانا ايضا ذكرت نكته اخرى وهي انه يكون مضافا الى الجنس الى اسم الجنس هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمتم موفقين ان شاء الله. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد